مرحبا، أنا اسمي فادي سمارة، عمري 36 سنة. أنا شريك ومؤسس بشركة بيفي بلس لحلول الطاقة. طبعاً شركة بيفي بلس أسسناها قبل 4 سنوات، مختصة في أنظمة الطاقة الشمسية والزراعة الذكية. شركتنا هي كمان تخلق حلول ذكية كمان في أنظمة التنظيف للخلايا الشمسية، وتخلق كمان فرص عمل إن مجموعة مهندسين ومجموعة مهندسات كمان بيشتغلوا معنا. لا شك إنه السوشيال ميديا اليوم صار خلينا نقول في أثر كبير على مبيعات أي شركة. إحنا استفدنا كيف إحنا نخصص الفئات اللي إحنا ممكن إحنا نستهدفها عن طريق الإنستغرام أو الفيسبوك، كيف إحنا نقدر نأخذ مبيعات، وكيف كمان نقدر نعمل awareness أو نيجي نعمل توعية للناس في موضوع renewable energy، شو حصتنا السوقية من هاي الفئات بشكل عام، وكديش عنا عدد متابعين، وكديش عنا عدد ممكن يشاهدوا هذا الإعلان، وكيف إحنا نزيد المتابعين أو المبيعات عنا في الشركة. طبعاً استفدنا بشكل كبير، شكراً لكم، منوجه لكم تحية كبيرة في عملكم الرائع هذا.